أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج المنصة. لم تكتفي الأيادي التي قرعت طبول الحرب في اليمن بإشعال بارود المعارك وحفر المقابر وتشييد المتارس لتضيف إلى قائمة أعمالها مهمة أخرى تكمن في تضييق الخناق على حياة المواطنين، فبدأت بقطع مرتبات الموظفين لتقطع بذلك الحبل الواصل بينهم وبين الحياة، ثم تمادت هذه الأيادي لتقطع التيار الكهربائي ثم المشتقات النفطية، ولم يكن ذلك كافيا بالنسبة لها لتقطع أخيرا خدمة الإنترنت. ويبقى السؤال، إلى متى ستستمر هذه الأيادي في خنق اليمنيين وإغلاق أبواب الحياة في وجوههم؟ كان اليمن قبل انقطاع خدمة الإنترنت مؤخرا في ذيل قائمة الدول من حيث خدمة الإنترنت، ليخرجها هذا الانقطاع المجهول الأسباب خارج القائمة بشكل نهائي. عن استمرار انقطاع خدمة الإنترنت في اليمن الأسباب والانعكاسات سيكون موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج المنصة، لكن قبل البدء باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم نتابع هذه التصريحات التي أخذها مراسلنا من شوارع المدن اليمنية. معاناة كبيرة بسبب انقطاع خدمة الإنترنت في الجمهورية اليمنية. يمن نت معروفة بسرعتها الكبيرة في توفير خدمة النت، ما شاء الله الآن السرعة أصبحت زيادة لدرجة نحن ما نقدرش نفتح الواتساب. عاقت احنا كثير بمسألة تنفيذ أعمالنا، أعمالنا معلقة بشكل كبير جدا، أصبحنا غير قادرين على إنجاز مهامنا اليومية. أنا أتمنى من القائمين والمسؤولين سرعة أو العمل على إعادة خدمة الإنترنت إلى اليمن، أو بالأصح قدوا تفعيل هذا النت وإيصالها إلى باقي محافظات الجمهورية. يمن نت أصبحت لا تفي بالغرض، يمن نت تسابق السلحفاة. سبب انقطاع النت أكيد ما فيش بالدولة ناس قائمين عليه بشكل صح. الضرر اللي قائم على انقطاع النت أنه الآن المؤسسات مش قادرة تقوم بعمله، المصارف مش قادرة تقوم بعمله، المؤسسات الحكومية مش قادرة تقوم بعمله، إحنا كطلاب مش قادرين نعمل أي بحوثات بسبب بطء النت. وأتمنى أنه الدولة تحسن من وضع النت. طبعاً رداءة الإنترنت أصبح مشكلة كبيرة، وخاصة يواجه الطلاب والباحثين الأكاديميين. الآن بدل ما يتجه الطالب أو الباحث إلى محل الإنترنت، الآن أصبح يلجأ إلى المكتبات. وهناك فرق طبعا نلاحظ بين ما تسوي بحث في على الانترنت وبين ما تدخل على المكتبه. الان اصبح الكتاب من 7000 الى 8 قد يصل الى 10000، واسعار طبعا باهظه. لذلك كان في النت سرعه البحث وباقل تكلفه، هذا اذا وجد الكتاب اصلا، برغم انه مع انتشار النت في دول المنطقه كامل. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ونبدأ باستقبال أول اتصالات هذه الحلقة. ومعنا من السعودية صالح أبو عسر، وهو مهندس اتصالات يمني مقيم في السعودية. مرحبا بك صالح، مساء الخير. مساء الخير أمل، ومرحبا بك. وفي البدء أولا، أنا لست مهندس اتصالات، لكن في البدء أولا طبعا أنا أستاذ فيزياء. الأمر الثاني، أنا مقيم في الصين لكني في زيارة للسعودية، هذا التصحيح الثاني. عموما مرحبا بك وبكل المشاهدين، وتحية لك وللمشاهدين عبر منصة بلقيس. أهلا بك صالح. إذا أنا كنت مجهزة لك أسئلة على أنك مهندس اتصالات، سأسألك كيمني في السعودية، كيف أثر انقطاع الاتصالات على اتصالك بالأهل داخل الوطن؟ عموما مرة أخرى أقول لك، أنا سأكلمك كأستاذ فيزياء وليس كمهندس اتصالات. والأمر الثاني، أنا سأكلمك كمقيم في الصين، وبالتأكيد أيا كان المقيم خارج اليمن لن تختلف مشاكل بالإنترنت داخل اليمن. يعني في البدء طبعا، إذا ما تكلمنا عن الأسباب فهناك سبب جوهري ورئيسي، هو الانقلاب الميليشاوي على مؤسسات الدولة. الانقلاب هو سبب هذه المشكلة الرئيسية تماما، كما هو سبب الكثير جدا من المآسي والإشكاليات وغيرها، يعني الإشكاليات وما أكثرها يعني. أما إذا تكلمنا عن الأسباب الآنية سواء الإدارية أو التقنية، فدعينا نتناولها بشيء من العلمية. يعني أولا من الناحية الإدارية، من يملك سيرفرات بروتوكول التحكم بالنقل بين المواقع والمستخدمين
يستطيع التحكم في رزم البيانات التي يبحث عنها المستخدمين، وهذا الأمر يتم حاليا وفق إرادة عصابة الانقلاب في صنعاء. ولو تأملنا قليلا لن يكون سوى تنفيذا لتوجهها في جعل مناطق سيطرتها أكثر انغلاقا. طبعا يريدون أن تكون من مناطق سيطرتهم منغلقة إلا على مرازم الكهنوت والدجن طبعا. أما من ناحية انقطاع كابلات الألياف الضوئية الناقلة للإنترنت، طبعا للأسف الأمية التقنية التي نعيشها في مجتمعاتنا ككل تجعل من السهل على من يريد تضليل الرأي العام من أن يمرر ادعاءاته مهما كانت ساذجة. فللإخوة المشاهدين يمكننا أن نقول أن موضوع انقطاع كابلات الألياف الضوئية الناقلة طبعا هذا أمر وارد وليس نادر الحدوث، لكن عملية إصلاحه وإرجاعه ليس مسؤولية شركة الاتصالات المحلية ولا حتى الحكومة. المسؤولية تكون مسؤولية الشركة الدولية المالكة. وفي الحالة الراهنة طبعا حاليا إذا ما افترضنا صحة فرضية انقطاع الكابل البحري طبعا الذي تروج له الميليشيا والذي تستند عليه العصابة الانقلابية وتبريراتها، طبعا أول ما إذا ما وضعنا هذا الأمر افتراضيا تظهر أمامنا مجموعة من النقاط. أبرزها أولا سيظهر لدينا موضوع أن الألياف الضوئية المقصودة في بيان شركة الاتصالات الذي تليمن طبعا هي قالت أن هناك قطع في كابل الألياف الضوئية. إذا ما افترضنا صحة هذا الأمر هي طبعا استندت على بيان لإحدى الشركات، فإذا ما افترضنا صحة هذا الأمر طبعا البيان الموجود هو بيقول أن هناك حصل قطع في الكابل في أين؟ في خليج السويس. صحيح. إذا كان هذا الأمر فعلا هو ما هو إذا كان هذا الأمر فعلا هو ما أثر، فبالتأكيد معنى أن فيها حالة مثل هذه المشكلة ما تبقاش مشكلة اليمن خاصة، عم المشكلة المنطقة كامل وبنفس نسبة البطء في نقل البيانات، وهذا بالحقيقة ما لم يحدث. أيضا سيظهر أمامنا في حالة فرضنا هذه الفرضية سيظهر أمامنا حالة حدوث في حالة حدوث ذلك طبعا الشركة الدولية الناقلة لن تضطر لا لطلب الإذن لا من الحكومة اليمنية سواء من الحكومة الشرقية ولا حتى أو تنتظر من حكم الميليشيا الإذن أو السماح لها بإصلاح كابل انقطع في خليج السويس. لو كان الأمر كما تدعي أو طبعا انقطاع الكابلات أمر وارد، لكن في هذه الحالة الشركة الدولية المسؤولة عنها أو الشركة الدولية الناقلة هي تكون بمسؤوليتها ويتم إصلاح الأمر في غضون أيام إن لم يكن أقل من ذلك يعني. ففي الحقيقة لو جينا باختصار يعني على أساس ما أطيل عليك وعلى المشاهدين باختصار الأسباب التي يروج لها حاليا أو التي يروج لها حاليا من قبل النظام الكهنوتي أو الانقلاب الكهنوتي في الحقيقة تفتكر للكثير من المنطقة العلمي، لكنها أقرب كثيرا إلى كون السبب هو فعلا تطبيق السياسة الحوثية التي جاءت على لسان مسؤولي الاتصالات لديهم بأن النت فقط يستخدم لقراءة رسائل البريد الإلكتروني ليس إلا. وأعتقد المشاهدين تابعوا يعني ما يسمى بوزير الاتصالات الحوثي آنذاك حينما قال أنه زار مجموعة من الدول ووجد أنهم لا يستخدمونها إلا في قراءة البريد الإلكتروني، يعني في حال في وضع مثل وضع العالم الحالي عندما نتكلم عن تقنية الإنترنت وتجارة الإنترنت. نعم وصلت الفكرة صالح، ولكن يعني نريد أن نتيح الوقت لبقية المتصلين. صالح أبو عاصر كنت معي من السعودية، شكرا جزيلا لك، أشكرك أنك كنت ضيف كريم معي في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام معنا الآن من صنعاء علي البدي وهو الأمين العام للنقابة الوطنية للشبكات. مرحبا بك سيد علي، مساء الخير. مساء الخير والعافية، مرحبا بكم ونشكركم على الاستضافة الكريمة هذه. طبعا أنا سمعت أهلا وسهلا فيكم، تفضل. سيد علي، تعددت الأسباب والحكايات التي تفسر انقطاع الإنترنت على اليمن، ما هي الأسباب الحقيقية أو الحقيقة وراء انقطاع الإنترنت؟ زي ما قلت لك بالضبط اني تعددت الاسباب وكل جهه بتقوم باعلان خبر ولا نعلم يعني انه سبب التاخر في هذه الاخبار كامل، بس انه السبب الكبير في كثره الاسباب هو تجاعس كل يمن عن نشر الخبر الحقيقي. طبعا ما صدر او ما حصل بالخصوص لكابل تلفون هو في الحقيقه هو انقطاع حسب ما صرحت الشركه الرسميه. احنا كنا في البدايه
نطالب شركة اليمن إذا تريد أن توضح الخبر الحقيقي لجميع الناس والمواطنين أو جميع العالم عن تطور القطاع، ضروري يكون هناك في بيان رسمي من الشركة المالكة للكيبل. صحيح. تأخر البيان ونزل بعد أيام، بالحقيقة نزل بيان أنه تم تعرض لكابل فيلفون في خليج السويس في الوقت في التاسع من يناير من بداية هذا العام إلى انقطاع بسبب سفينة، بسبب المرتاح حصل على انقطاع هذا. الكثير الآن يتكلم أو يقول أنه لماذا اليمن فقط أثرت بالقطع وكان لها أثر كبير بحيث أنه خرجت 80%. الأسباب أنه نحن الوحيدون بين السعودية وبين السودان وبين الدول الأخرى الموصلة بالكابل الذين معتمدين بالكامل على هذا الكابل. السؤال المغروض الذي ينطرح الآن أو يجب حله، ما هي الحلول البديلة التي يجب على في اليمن في هذه الظروف أن تكون لديها هذه الحلول للمواطنين؟ يعني ضروري يكون في إدارة مخاطر، ضروري يكون في حلول بديلة لهم، لأن انقطاع الكيبلات هي دائما تحصل، دائما تحصل بشكل مستمر في البحر. ما هي الحلول البديلة التي سوف تقدمها في اليمن للمواطنين؟ أنا أريد أن أوصل رسالة لجميع الأطراف، سواء حكومة صنعاء أو حكومة عدن أو حكومة الرياض أو جميع الحكومات التي لم نعلم كم عدد من الآن. ما من المستفيد في إخراج خدمة الإنترنت عن الجمهورية اليمنية؟ هذه الخدمة تمس المواطنين، هذه الخدمات يجب أن تتم تحييدها عن الصراعات أو النزاعات السياسية. يا أختي العزيزة، لدينا 2 كابلات، كابل موجود في عدن وكابل في الحديدة. كابل في عدن، لو كان الكابل هذا الآن مفعل وموجود، إن هذه الأضرار لم تحصل. في كابل معانا موجود اسمه AAE1 اللي هو أوروبا أفريقيا آسيا أوروبا، تم الاستثمار فيه يعني تم دخوله إلى الخدمة في عام 2017 وتم الاستثمار فيه من أموال الشعب بقدر المبلغ 40 مليون دولار ولم يتم تفعيله إلى الآن. من المسؤول عن هذا الكابل؟ ولدينا كابل آخر اسمه SMW5 تم الاستثمار فيه بقدر 30 مليون دولار وتم دخوله في الخدمة في عام 2017 في شهر يونيو، لم يتم تفعيله إلى الآن. الآن إحنا إذا كنا نريد أن نطالب جهة واحدة أو نريد إلقاء اللوم على طرف معين بسبب بهذا المشكلة فإحنا خاطئين. يجب أن نلوم جميع الأطراف، جميع الأطراف مشاركة في انقطاع خدمة الإنترنت على جميع الجمهورية اليمنية، سواء اللي موجودين في عدن أو موجودين في الرياض أو اللي موجودين في صنعاء. اللي موجودين في صنعاء بسبب تقصيرهم وتجاعسهم وعدم البحث عن حلول بديلة، إلا حتى أنه انقطاع الكيبل يعني ما فيش معاهم حلول بديلة مسبقة توقع لهذه الأشياء. نعلم الجميع أن اليمن تأسست من عام 1971، يعني من عام 1971 إلى حد اليوم لا يوجد لدينا إلا 3 كيبلات فقط. كل الدول يوجد لديها أكثر من 12-13 كيبل، يوجد هناك كيبلات مخصصة لحالة الطوارئ، لحالة الحروب، لأن خدمة الإنترنت أصبحت الآن شريان الحياة، أصبح الآن من الصعب أن كيف تتحمل حكومة عدن أيضا المسؤولية؟ علي عفوا على المقاطعة، ولكن أنت أيضا حملت المسؤولية لكل الأطراف، كيف أيضا تتحمل حكومة عدن المسؤولية؟ تتحمل حكومة عدن المسؤولية أنه يوجد كيبل مندوب في البحر الآن ولم يتم تفعيله إلى حد الآن. لماذا لم يفعل الكيبل؟ أو يوضحوا ببيان رسمي إذا كان هناك خلافات بينهم وبين إدارة اليمن الموجودة في صنعاء، يحلوا هذه الخلافات ويحيدوا مسألة الكابلات أو خدمة الإنترنت عن الصراعات. يوجد كيبل، وأنا مستعد لإثبات كلامي أنه يوجد كيبل تم الاستثمار فيه بقدر 1.4 مليون دولار وتم دخول الخدمة في عام سبتمبر 2017، لماذا لم يتم تفعيله إلى الآن؟ إضافة إلى كيبل آخر موجود في الحديدة سيموي 5 لم يتم تفعيله إلى الآن، لماذا؟ فأنا إني أطالب بكل اليمن أو إدارة اليمن المبنى الصناعي أن يحيدوا خدمة الإنترنت عن الصراع. خدمة الإنترنت تمس المواطنين زي ما وضح لكم، يعني لا بيتضرروا حكومة عدن ولا حكومة صنعاء، المواطن هو المتضرر. الآن يا أختي العزيزة أعمالنا كلها توقفت، كل مصالحنا توقفت، البنوك توقفت، التعليم عن بعد توقف، اليوتيوبرز، كل المطورين. الحرب خلقت لنا مناخ صعب إن إحنا نستطيع الخروج إلى الخارج، أصبح المتنفس الوحيد لنا هو الإنترنت. كثير من المطورين شباب يمنيين، كثير من أشخاص شباب قاموا ببناء مشاريع خاصة
وضحت الفكرة علي. أنتم في نقابة الشبكات كان لكم أيضا إضراب، كان لكم في النقابة إضراب منذ عدة أيام كما وصلني. ما هي كانت أهم مطالبكم وهل تم الاستجابة لها؟ نعم، هذه قضية إلى جنب قضية الكابل. يعني قبل حصول مشكلة الكابل في الحقيقة كان هناك صراع كبير بيننا وبين إدارة وزارة الاتصالات أو مؤسسة الاتصال العامة في صنعاء. كان هناك خلاف كبير أنهم حيث أنهم قاموا بإجراءات تعسفية ضدنا وضد جميع ملاك الشبكات من إرباع الأسعار ومن مصادرة الصحون بطريقة غير قانونية والكثير من الأشياء، وكان لنا العديد من الإضرابات، ودخلوا من المجلس السياسي وحاولوا أنهم يعملوا تسوية بيننا. الآن إحنا قائمين على هذه التسوية، إذا ما فيش أي مخرجة هذه التسوية ممكن نستأنف الإضراب. الإضراب لحد الآن هو معلق، تم تعليقه حتى الوصول إلى نتائج. إذا ما فيش أي نتائج الآن مستقبلية أو إرجاع حقوق الناس أو تعويض خسائرهم، سوف نستمر في الإضراب. نعم، إذن علي البدوي الأمين العام للنقابة الوطنية للشبكات أو نائب الأمين العام للنقابة الوطنية للشبكات، شكرا جزيلا لك سيد علي. إذن مشاهدينا الكرام، اتصال آخر من مهندس اتصالات من السعودية محمد المحيميد. مرحبا بك سيد محمد. مساء الخير عليكم على المشاهدين الكرام. أهلا بك. إذن سيد محمد كمهندس اتصالات، أين تكمن مشكلة الإنترنت الحقيقية في اليمن؟ في الحقيقة أختي الكريمة، أحب أوضح أنه قطاع الاتصالات والإنترنت في اليمن يعاني بشكل كبير جدا منذ انقلاب عصابة الحوثي. وعصابة الحوثي جنت على كل مقدرات الشعب اليمني وليس الاتصالات والإنترنت فقط. ما حصل مؤخرا من انقطاع للإنترنت حسب بيان شركة الكابل البحري جي سي إكس، فإنه بسبب مرسى سفينة تم حصل قطع في الكابل البحري في خليج السويس، وهو ما أدى إلى انقطاع الإنترنت عن اليمن بنسبة 80%. الغريب في البيان في اليمن في صنعاء اليوم بأن إصلاح هذا القطع لن يكون إلا في الأسبوع الثالث من شهر فبراير، مما يعني أن الأزمة ستطول. لكن في تقديري أن عصابة الحوثي يعني يلائمها ويناسبها هذا الوضع، بدليل أنها اليوم قطعت الإنترنت على كل المناطق التي تقع فيها المواجهات العسكرية في نهم والجوف. قطعت الاتصالات والإنترنت على كل تلك المناطق لأجل تستفيد من قطع هذه الخدمة في عملياتها العسكرية. لذلك أنا في تقديري أن عصابة الحوثي تستغل هذا الظرف لتحقيق مآربها وأهدافها التي كانت مبيتة، والتي أفصح عنها وزير الاتصالات الحوثي قبل عدة أسابيع من حصول هذا القطع في خليج السويس. أنا في تقديري أن ما حصل هو كارثة، ولكن الحوثي يتعيش على مثل هذه الكوارث. نعم، وبرأيك أيضا محمد، ما هي الحلول؟ الحلول كانت كبيرة ومتاحة منذ بداية الانقلاب. كان على الحكومة الشرعية أن تسيطر على قطاع الاتصالات ويكون التحكم لديها من خلال في المناطق المحررة، وبالتالي تخرج عن سيطرة هذه الميليشيات التي تتعبأ بهذا القطاع. والحكومة الشرعية لو أنها هي من سيطر على قطاع الاتصالات والإنترنت من أول يوم لما وصلنا إلى هذا الحال. الحلول كثيرة، كان يمكن الاستعانة بكيابل وألياف ضوئية، إما عن طريق منافذ برية كما هو الحاصل في كما يفترض أن يكون منفذ الوديعة أو الخضراء مع السعودية، أو من منافذ بحرية عن طريق عدن أو عن طريق المهرة أو حضرموت. وبالتالي تكون هذه المنافذ أو الكابل بديلة للكيبل الذي يأتي من الحديدة والذي يقع تحت سيطرة الحوثيين. لكن الحقيقة أن وزارة الاتصالات الشرعية لم تفعل شيئا طوال 5 سنوات، وتركت الحبل على الغارب بيد الحوثيين يتصرفون ويتحكمون بالاتصالات والإنترنت. وما حصل هو أظهر عجز وزارة الاتصالات الشرعية وتقصيرها في حق الشعب اليمني من خلال تركها لهذا القطاع تحت سيطرة الحوثيين. هل تستطيع هذه الحكومة اليوم أن تقدم البديل العاجل والسريع؟ أنا أشك في ذلك. من عجزت عن تقديم
مثل هذه الحلول خلال 5 سنوات لا يمكنها أن تقدم مثل هذه الحلول في وقت قصير جدا أو في أسابيع معدودة. نعم سيد محمد، قد كان تم الحديث عن مشروع عدن نت وتم الحديث عن مليارات الدولارات التي صرفت على هذا المشروع، أين ذهب؟ مشروع عدن نت فعلا رصدت له ميزانية كبيرة حسب ما أعلن يومها أنه بتكلفة قدرها 90 مليون دولار، وعلى أساس أن هذا المشروع سيكون مزود لخدمة الإنترنت بالجيل الرابع، وأيضا بوابة دورية في عدن، ومد كيبل بري عن طريق الوديعة وكيبل بحري عن طريق عدن. لكن في الحقيقة فإن هناك إدارة سيئة، إدارة يعني فاشلة لمشروع عدن نت. كان يفترض أن هذا المشروع يغطي جميع المناطق المحررة، ولكن الحقيقة أن هذا المشروع اليوم لا يوجد فيه سوى 4000 مشتركين في عدن، ولا يغطي حتى عدن بكاملها. إذن هذا تقصير كبير جدا في مشروع عدن نت، ويجب محاسبة القائمين على هذا المشروع وسؤالهم عن سبب هذا الفشل في هذا المشروع. وهذا أيضا أكرر يقع على عاتق الحكومة الشرعية، لأن هذا المشروع بعيد عن الحوثيين، وبالتالي ما كان ينبغي أن يفشل هذا الفشل. نعم. إذا كان فشلهم فيما يخص القطاع أو الاتصالات والإنترنت التي تقع تحت سيطرة الحوثيين بحجة أن الحوثيين مسيطرين عليها، فما هي الحجة التي ستقولها الحكومة الشرعية عن مشروع عدن نت الذي هو بالكامل تحت سيطرتها وهي من أنشأت هذا المشروع؟ نعم، الخلل من رأس الهرم حتى أسفله في الشرعية. محمد، من سيحاسب من؟ محمد المحيمين، مهندس اتصالات، كنت معي من السعودية، شكرا جزيلا لك باش مهندس. وننتقل الآن إلى صنعاء، معنا منير الحاج. مرحبا بك منير، مساء الخير. أهلا وسهلا بكم ومساء الخير عليكم جميعا. أهلا بك محمد، أنت كمواطن تسكن وتقطن في صنعاء. منير عفوا، كيف أثر انقطاع الإنترنت على حياتكم منير في صنعاء؟ الانقطاع هو أدى إلى حياة ربما انقطاع وشلل تام للكثير من المهام والكثير ممن يعملون عبر الإنترنت. لربما هنا حكومة الأمر الواقع ممثلة بالحوثيين هم يعزون الإنترنت كما يقول. نحن عندما نأتي بالمشكلة من 9 يناير فإننا نقع في مفيدة شباك الحيرة في الإجابة عن ما يحدث في البلد من انقطاع للإنترنت. الحقيقة أن هناك أشياء كانت تترتب عليها أو ترتبت عليها هذه المعضلة. حينما أتى عبد الله، عندما أتى مسفر عبد الله في إحدى لقاءاته عبر ما يسمونها هنا حكومة أنصار الله بالمنصة الإعلامية لحديث وزرائهم بالجمهور، هو تحدث أنه زار 5 دول وأن اليمن تعتبر كويسة إلى حد كبير بخدمات الإنترنت، وأن الكثير يستخدمها في أشياء لا تفيده شخصيا لا أخلاقيا ولا ثقافيا، مما أدى إلى هذا الانقطاع. هذا الانقطاع أدى إلى انعكاسات كثيرة تضررت منها البنوك ومحلات الصرف التي تعمل عن طريق الانترنت، كذلك المستوردون عبر الانترنت توقفت حياتهم المعيشية وتوقفت أعمالهم، كذلك حتى على مستوى الصحفيون والمراسلون الخارجيون ماتوا لا يستطيعون أن يعملوا لأن عملهم جميعه متوقف على الانترنت. ولو قسنا لوجدنا الكثير كما يصرحون حتى هم لنصاري مدير الشركة عندما صرح بأن خدمة الانترنت تعتبر لليمن أساسية، ولكن مع ذلك هم يصرحون بينما يتناقضون بينهم والبين. الوزير يقول وزيرهم يقول بأن الانترنت وباء وعبث بأخلاق الشباب، بينما ذاك الطرف الآخر مدير الشركة يعبر عن أهمية الانترنت، ومع ذلك انقطع في 9 يناير ولم نجد منهم أدنى تصريح إلا في 17 يناير. في البداية حملوا دول تحالف الحرب، ثم أتوا في 17 من يناير يقولون بأنه انقطاع التيار أو انقطاع الكابل فالكون في أحد منافذ الممرات الأساسية لقناة السويس، بينما هم يقولون أيضا أن هناك 7 مسارات
أربع مسارات للإنترنت، سبع مسارات منها أربع مسارات برية وثلاثة بحرية. أتوا الآن يقولوا بأن ستة منها انقطعت بسبب الصراع، لماذا لم يصرحوا حينها سواء حكومة صنعاء أو حكومة عبد ربه منصور هادي؟ لماذا لا يصرحون بأن هناك ستة كابلات يعني ستة انقطعت عن اليمن ولم يتبقى إلا فالكون؟ هم أيضا وضحت الفكرة هنا في حكومة أنصار الله، يتكئون في إحدى رواياتهم على تصريح الشركة المالكة شركة دي سي اكس للكابلين، المالكة للكابلين البحريين، ويقولون بأن السودان والسعودية والكويت تضرر، يقولون بأن السعودية لديها 16 كابلا. لنفترض لماذا لا يقارنون بالسودان ما أن السودان والكويت وغيرها لم تتضرر كما تضررت اليمن؟ نعم إذا منير الحاج من صنعاء، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، اتصال آخر من مصر، هذه المرة معنا فواز الفتيحي. مرحبا بك فواز، مساء الخير. مساء النور، أهلا أختي الكريمة. أهلا بك فواز. أولا نشكر قناة بلقيس ونشكر القائمين عليها على إتاحة هذه الفرصة، ونشكر مشاهدينا الكرام. طبعا مشكلة انقطاع النت في اليمن، يعني الجميع أصبح يعلم أن العالم كله يشاهد كل المتغيرات من حوله وكل ما يدور عن طريق منصات الإنترنت. طبعا هناك أخبار متداولة عن تضرر كابل بحري أو عدم سداد رسوم أو كل هذه الادعاءات، نحن نعلم أنها ادعاءات كاذبة، لأن الحوثيين أصبحون يمارسون يعني ممارسات إقصائية ضد أصحاب شبكات الإنترنت في اليمن من قبل هذه الانقطاع الشبه كلي في الفترة الأخيرة. ثانيا ومن ثم يعني الأحداث الأخيرة التي دارت في المنطقة، عندما دارت الأحداث الأخيرة الثورات التي حدثت في إيران وفي لبنان وفي العراق، والحملات التي كانت ضد الحوثيين والحملات الإعلامية. طبعا الحوثيين يعني شعروا واستاءوا جدا من هذه الحملات، فقاموا بإغلاق نوافذ إلكترونية. هم يسعون اليوم إلى عزل المناطق التي يفرضون السيطرة عليها عن العالم، يعني هم اليوم يسعون إلى 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 إقصاء هذه الناس الذين تحت سيطرتهم وفصلهم عن مشاهدة العالم. نعم. إذا تفضلي أختي العزيزة. نعم فواز الفتاحي كنت معنا من مصر، شكرا جزيلا لك فواز. مشاهدينا الكرام، إذا نذهب الآن لاستطلاع أيضا بعض التصريحات التي وصلت عبر الواتساب. أصبحت مشكلة انقطاعات الإنترنت في اليمن وفي محافظة أبين بشكل خاص من المشاكل الكبيرة والمؤسفة، والتي أدت إلى تعطيل كثيرا من المصالح سواء الخاصة أو العامة، هو المعاملات الإدارية ومعاملات المصارف وغيرها. وتضرر هناك طبعا أضرار كبيرة على تضرر هذه الخدمة وانقطاعها، يعني حتى في الحياة العادية عندما تأتي لأصحاب المصارف أو الخدمات العامة أو أي مرفق حكومي تجد هذا الضرر الكبير. طبعا الانقطاعات أدت إلى تعطل كثير من مصالح المواطنين، منها مثلا شركات الصرافة، البنوك. نحن كإعلاميين كصحفيين رؤساء مواقع، أدى انقطاع النت إلى توقف تواصلنا مع المواطنين في نقل الأخبار وإلى غيرها. نتمنى من وزارة الاتصالات أن تحسن من وضع النت. نحن في اليمن أقل سرعة يمكن بين دول الوطن العربي في الإنترنت. إذا نعود مشاهدينا لاستقبال اتصالات هذه الحلقة، ومعنا من السعودية وليد الشفق. مرحبا بك وليد. حياكم الله، أهلا وسهلا، حيا المشاهدين الكرام. وليد، ما هي أبرز انعكاسات انقطاع الإنترنت عن اليمن، وكيف تأثرت أنت بصفة شخصية من ناحية تواصلك بالأهل في اليمن؟ أولا حياكم الله وشكرا على الاستضافة. بالنسبة للحدث الأليم الذي حصل في اليمن بسبب انقطاع الاتصالات وانقطاع النت من قبل هذه الميليشيات التي تريد أن تحجب
الضوء الأخضر عن اليمنيين وتريد أن تحجب المتنفس الوحيد الذي بقي مع اليمنيين من قبل هذه الميليشيات. أبناء اليمن كلهم يعانون، سواء المغتربين، سواء المؤسسات الداخلية، المؤسسات الحكومية، كل هؤلاء تضررت بسبب انعدام وانقطاع هذه الشبكات، سواء الاتصالات أو النت. وأيضا تضرر أيضا الكثير، لأن هنالك الآن ما يقارب من ثلثي الشعب اليمني خارج الوطن، ولديهم معاملات خاصة سواء في مستشفيات سواء في معاملات. وكان الرابط الوحيد بين هؤلاء المغتربين أو هؤلاء الذين يمثلون اليمن في الخارج هي الشبكة الوحيدة، هي الاتصالات والنت. فتضرر الناس كثيرا، حتى أني وللأسف الشديد سأقولها من خلال الأمراض الذين داخل مصر، قبل ما يقارب من أسبوع تم نشر بأن هنالك أحد المرضى فقد من داخل مصر، وللأسف الشديد لا يستطيع أحد أن يتواصل مع أهله بسبب انقطاعات هذه الشبكات التي تضرر منها الكثير، سواء من اليمنيين أو من غير اليمنيين، لأنها تعتبر الشبكات الاتصالات تعتبر اليوم المتنفس الوحيد سواء لليمني أو لغير اليمني. صحيح. من تحمل المسؤولية وليد؟ نحن نحمل المسؤولية في الدرجة الأولى هم الحوثيين. الحوثيين هم الدرجة الأولى، وهم لا يريدون أن يظهروا أبناء اليمن بمنظور طيب، أو لا يريدون أن يظهروا أبناء اليمن بأن لديهم تقنيات وأنهم متطورون وأن لديهم شبكات عليا. هؤلاء الميليشيات تريد أن تجثم على ظهور هؤلاء الناس، وتريدهم الأوج، ولا تريد أن تتداول بعض الأخبار سواء الداخلية أو الخارجية لدى اليمنيين. هذه الميليشيات هي تسعى من أجل مصلحة نفسها ومن أجل مصلحة قيادتها وولائهم لسيدهم الكبير خامنئي وحزب اللات وكل السادة الذين يتغنون باسم المسيرة القرآنية، وهم يعملون باسم المسيرة الشيطانية، الذين يريدون أن يستعبدوا أبناء اليمن، واستعبدوهم، استعبدوا الناس المساكين الذين ليس لهم حول ولا قوة. ومع ذلك عندما عرفوا بأن صوت أبناء اليمن انتشر وأن فضائح هؤلاء الميليشيات انتشرت في الدول وفي كل الدول الأخرى، اضطروا، ولاحظنا جميعا بأنها قامت فرق كبيرة من هذه الميليشيات ولجان خاصة راحت إلى المحلات وإلى بعض البيوت وإلى بعض الجبال وإلى بعض النقاط الشبكية، وأخذت الصحون أو أخذت اللاقط الشبكة العليا من أجل أن يخمدوا أصوات أبناء اليمن. نعم، إذن وليد الشفاق كنت معي من السعودية، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا الآن من صنعاء حسن السنحاني. مرحبا بك حسن، مساء الخير. حسن، تفضل بمشاركتك حول موضوع الحلقة. مساء الخير في البداية، أحييكم أختي أمل وأحيي السادة المشاهدين الكرام. أولا، اليمن تعيش حالة شبه عزلة عن العالم الخارجي لأكثر من أسبوعين. تم انقطاع خدمة الإنترنت في 8 يناير 2020 ولا تزال الخدمة شبه منقطعة حتى اللحظة. أعتقد أن الأسباب الرئيسية هي الملاحظ أو الجارئ للأحداث التي تمت في الشرق الأوسط أو في اليمن خصوصا هذا الأسبوع، سيلاحظ أنها بفعل فاعل لغرض التعتيم الإعلامي. وهناك ثلاث سلطات في العالم التي تحكم شعوبها بالظلم والجهر والدكتاتورية، هي التي تعتم على شعوبها وعلى العالم الخارجي حتى لا يعرف الانتهاكات، لا يعرف الجرائم التي تحدث. هذه الدول معروفة مثل كوريا الشمالية، إيران، سلطات الميليشيات الحوثية في صنعاء. طبعا نحن نحمل جماعة الحوثي كامل المسؤولية، لأنها ليست أول مرة في انقطاع الإنترنت. نحن في اليمن نعيش حالة انقطاع متكررة لخدمة الإنترنت والاتصالات بشكل عام منذ سيطرة ميليشيات الحوثي على العاصمة صنعاء حتى اللحظة خصوصا، وهذا يعرفها أبناء المناطق الذين هم
تحت سيطرة الشرعية، دائما ميليشيات الحوثي تقطع خدمة الإنترنت في الأعياد الوطنية مثل عيد 26 سبتمبر أو عند الهجوم على المدن مثل مدينة تعز مثل عدن. اليوم أنا أكلمك واليوم خدمة الإنترنت والاتصالات الأرضية والشبكة الهاتف الخلوي مقطوعة بالكامل عن محافظة الجوف. طبعا هذه الجماعة تتسبب بخسائر مادية جراء انقطاع خدمة الإنترنت. وطبعا المتأثرين من الانقطاع يبدأ من الطالب الذي يبحث عن خدمة المنح أو التسجيل في المنحة الدراسية العالمية، مرورا بالتجار والبنوك والمصارف وشركات الاستيراد والتصدير والتجارة الدولية، وأعتقد أنها انتهاء بمؤسسات الدولة. تخيل يا أختي الكريمة أنه اليوم هناك دول قد قطعت أشواط كبيرة في موضوع الحكومة الإلكترونية، ونحن في اليمن نعاني في وصول رسالة واتساب للأسف. حسن سنحاني كنت معي من صنعاء، شكرا جزيلا لك، شكرا أنك كنت معي ضيف في هذه الحلقة. حسن، اتصال آخر من تعز معنا، محمد المياس. مرحبا بك محمد، مساء الخير. مرحبا بك أمل، مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. أهلا بك محمد، مشاركتك حول موضوع الحلقة وأيضا كيف أثر انقطاع الإنترنت والاتصالات في اليمن عليك أنت بصفة شخصية؟ انقطاع الإنترنت للأسبوع الثالث تسبب بمعاناة للمواطن اليمني، فقد توقفت المعاملات المصرفية، البنوك وأيضا العديد من الوسائل الإعلامية والكثير من الأعمال. بصفة شخصية كصحفي يعني لقيت معاناة كبيرة بسبب انقطاع الإنترنت، بسبب التواصل مع المصادر، أيضا من خلال رفع المواد الإعلامية. هناك معاناة كبيرة عانيتها في مجالي الوظيفي أو في مجال عملي. نعم محمد، أنت من تحمل المسؤولية؟ الجميع الأطراف تقاذفت الاتهامات فيما بينها، كان هنالك معنا متصلين ومشاركين في الحلقة حملوا المسؤولية لجميع الأطراف خاصة الشرعية كونها لم تقم خلال سنوات الحرب هذه الخمس بسحب البساط من الميليشيا وإيجاد بدائل وإقامة مشروع بديل للإنترنت والاتصالات في اليمن. رأيك حول ذلك محمد؟ نحن عندما نحمل مسؤولية جماعة الحوثي نحن نقول عنها أنها جماعات ميليشياوية انقلابية، فكيف نحمل المسؤولية من لا يشعرون بالمسؤولية؟ ميليشيا الحوثي لا تشعر بالمسؤولية وفقط لا تفكر فقط في مصالحها ولا يهمها المواطن اليمني. من يتحمل المسؤولية هي الحكومة الشرعية لأنها لم تضع حلول لهذه المشكلة الآن ومنذ خمس سنوات، والحكومة الشرعية لم تقم بأي عمل. هناك العديد من المشاكل التي واجهها الشعب اليمني ولم تقم الحكومة بأدائها أو بالعمل الذي يجب أن تقوم به. فانقطاع الإنترنت سبب معاناة كبيرة للمواطنين، ومن يتحمل المسؤولية هي الحكومة الشرعية. نحن قرئنا تصريحات وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس لطفي باشريف حينما ذكر في تصريحه أن شركة يمنت في صنعاء رفضت التجاوب مع الوزارة التي أدت قدرتها على توفير سعات إسعافية للإنترنت ومواجهة الأزمة الناتجة عن انقطاع الكابل الدولي. عندما يطالب وزير تابع للحكومة الشرعية من ميليشيات انقلابية بأن يسمحوا بأن يتم قبول أن المساعدة منهم من أجل توفير الإنترنت، نحن نرى أن الحكومة الشرعية مقصرة بشكل كبير في هذا الجانب، وأن هناك فساد كبير وخصوصا في وزارة الاتصالات. أين ذهب الإنترنت الذي تحدثوا عنه بأن هناك شبكات ما تسمى بعدن نت؟ نحن لم نلاحظها حتى في عدن.
أثناء نزولها إلى عدن، هناك الكثير من المناطق في محافظة عدن لم تعطيها هذه الشبكة. نعم، هي ليست مقصرة في هذا الجانب فقط محمد، هي مقصرة في كل الجوانب للأسف. محمد المياس، كنت معي من تعز، شكرا جزيلا لك أنك كنت معي ضيف في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، إذن نذهب أخيرا لاستطلاع بعض التصريحات التي وصلتنا عبر الواتساب، نتابع. انقطاع الإنترنت في الفترة الحالية في اليمن سبب لنا مشكلة كبيرة في التواصل والإرسال، وخصوصا في أعمالنا كإعلاميين، خصوصا لما نتعامل مع حد جهة خارجية أو جهة أو شركة أو شيء من خارج اليمن، خصوصا نتعب في ذلك، وتضطر الجهة أنها ما تتعامل معك في هذا الشيء، وسبب لنا تأخير كثير خصوصا في بعض المعاملات وبعض الأشياء. أكيد النت هو شيء أساسي في هذه في الفترة الحالية. أثر النت علي أنا كمواطن كان كبير جدا، وبالتحديد إذا كان العمل يعتمد على عملاء خارجيين فلا يكون التواصل معهم إلا غالبا عبر الإنترنت أو التواصل بالاتصالات. الاتصالات صحيح ما زالت باقية، ولكن يبقى هناك تداول شيء من الملفات أو الوسائط، سواء كانت الصور أو الملفات الصوتية أو مقاطع الفيديو. وأنا أتحدث بالتحديد كإعلامي يحتاج إلى نقل هذه الصور، ويحتاج إلى نقل هذه الأعمال التي يقوم بها في هذا المكان، أو حتى كمراسل تلفزيوني. وجود الإنترنت أصبح حاجة ملحة جدا في مثل هذه المديرية وفي مثل هذه المدينة، لأنه أصبح عامل أساسي ونقطة التواصل الوحيدة بين الموجود في هذه المنطقة وبين الموجود في منطقة خارجية. ظل التعامل عبر الاتصالات كان هذا مكلف جدا، ولا يلبي الحاجة الكاملة لأساسيات الناس. طبعا انقطاع النت أكيد له تأثير على حياتنا، خصوصا في مجال فيما يتعلق بمجال العمل، فده أثر كثيرا علينا في 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 مجال التواصل مع الناس، لكن ربما قد تكون له إيجابيات أخرى في إنه تحص الوقت إنك تجلس مع أهلك مع العائلة وكذا، ممكن هذه قد تكون حاجة إيجابية. لكن في الجانب الآخر في مجال إذن مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. لا يسعني بالأخير إلا أن أشكر كل من كان ضيف معي في هذه الحلقة، والشكر هو موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وهو لكم من زميلي معد هذه الحلقة ومنتج البرنامج الزميل عمر النهمي. نلقاكم على خير في حلقة قادمة، كنوا في أمان الله.